favor. والله العظيم ما بعرف شو سببها، بس في شيء هناك انا بدي اروح اقرب نشوف شو فيه. En esta ocasión, a petición de algunos suscriptores del canal, traemos un video de otra aterradora exploración de Hassan Barbar, que el título, Un fuego que ataca al aventurero y la aparición de algo extraño dentro del fuego, en la cual se adentrará en una especie de cueva, encontrando a su paso rastros de algún hecho extraño que sucedieron en ese lugar, pero todo cambiará cuando llegue a un punto en donde se encontrará con alguna fogata que está siendo manipulada por algo o alguien que sin duda te deja en qué pensar. Sin más, te dejamos el video. اكسبونا صلاة النبي يا اخوان، وان شاء الله المغامرة اليوم تكون قوية تعجبكم. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، ان شاء الله راح تعجبكم يا اخوان. نبلش المغامرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اخوان المكان صراحة عبارة عن اشي مسخوط، فكل حب والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول بسم الله. طبعا يا اخوان مكان كثير كثير مرعب والله العظيم. المكان كثير مرعب يا اخوان والله يا اخوان. بسم الله. طبعا يا اخوان اللي اي واحد بلاحظ اشي الكل يعملنا سكرين شوت. تمام، لا الحمد لله انه المكان قريب على الشارع، فاهم علي؟ الحمد لله انا بحمد ربنا انه كمان المكان قريب على الشارع، عشان سمح الله اذا صار اشي اقدر اهرب. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وبدي أشوف شو فيه شغلات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طبعا يا إخوان أهل المنطقة نصحوني إني ما أدخل المكان، فأنا حبيت أجي أغامر فيه وفي المكان هذا. بسم الله الرحمن الرحيم اخوان، والله العظيم في اشي ضرب فيه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان. بسم الله، طبعا هذا انا مش عارف شو هو. تمام يا اخوان، هاي سرعنا النت عشان ما يفصلش معانا بالمرة. طبعا يا اخوان القصة كلها صارت عندكم، وان شاء الله المغامرة هاي تنيل اعجابكم. بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حاسه في صوت، حاسسهم كذا. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هسه يا اخوان ان شاء الله يا اخوان في كمان مغارة قدام راح افوتها. تمام،
بس خلينا نشوف الجبل اللي بيحكوا عنه المسكون هذا. فكل حب والاحترام للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اخوان هون في جروم وفي مليون قصة وقصة في المكان. فان شاء الله اليوم في اشي بطقطق يا اخوان. والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عارف كلماتي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مش قادر. ان شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رجلي اخوان مش قادر ارجع. بسم الله اخوان. تشوف شو مصدره. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لحظة بس خليني هيك اوضح. والله اخوان في شيء. والله العظيم. رجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات. أخوان أقرب. أقرب أشوف شو فيها. أقرب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في شيء بيمشي. والله العظيم يا اخوان. خلنا نشوف مصدر النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان والله كان في اشي. شفت اشي والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوف في ورين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
بسم الله بسم الله. والله في شيء يا اخوان، والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اخوان راح اطلع، اخوان بدي اطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والله في شيء هناك، والله العظيم يا اخوان ما انا قادر اقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، النار بتفد يا اخوان. الله اخ رجلي مش قادر يا اخوان. اخوان اصبعي الله. كيف النار تمد يا اخوان، والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. في اي شيء، في شيء محرك والله العظيم يا اخوان. رجلي راحت. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اخوان والله العظيم ما بعرف شو سببها، بس في شيء هناك انا بدي اروح اقرب نشوف شو فيه. راح اقرب واشوف شو فيه يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان جد مش قادر، طلع كيف صار شكلي يا اخوان. قلبت ابيض يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، اخوان والله ماني قادر. اخوان صارت نور لسه مولع النار. طلع هناك الزاوية اخوان، طلع الزاوية هناك اخوان. راح اروح احاول اقرب انا واشوف شو فيه. بقرب اشوف شو فيه اخوان. اخوان ايدي اتصابت برضه، والله في شيء ايدي اتصابت. ايش قادر تعالى الله. اخوان والله في شيء، والله العظيم في شيء، والله العظيم في شيء يا اخوان، والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الله بسم الله راح الله الله الله. راح اطلع من المكان، مش راح اقدر اغامر. راح اطلع من المكان يا اخوان، مش راح اقدر اغامر، مش راح اقدر اغامر يا اخوان.
والله في إيش، والله إنه بني آدم شكله. شكله زي بني آدمين يا إخوان، والله العظيم إخوان مش راح أقدر أغامر. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر. شوي وراح ارجع، مش قادر. السلام عليكم، شوي برجع بثين، مش قادر. سلام. ¿Qué opinas de esta exploración urbana? Al principio comienza un poco tranquila, pero conforme fue pasando el tiempo, ese espíritu se hizo presente, diciendo Hassan que se trata de un pájaro de fuego. ¿Qué opinas? Queremos mandar un saludo muy especial a Eric Camacho, quien fue la persona que colaboró con nosotros para narrar el principio de este video. Si quieres colaborar con la Dimensión Oscura, mándanos un correo. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like y compártelo con un amigo. Y recuerda que estás en el fascinante mundo de la Dimensión Oscura. Que pases buena noche y hasta la próxima.